بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اليوم إن شاء الله راح نكمل دائما في حصص مخصصة بتحضير شهادة آراء السياسة، وراح اليوم نشوف تونينج سيستم. أوكي، تونينج سيستم، وراح أرجع على أسئلة طرحت فيما يخص الجروب، ما حكيتش عليها بشكل مفصل، هي سهلة لكن راح أعيدها إن شاء الله باش الناس تستفاد. نبدو بال راح البداية تكون بالتونينج سيستم. شو معناتها التونينج سيستم؟ خلينا نشوف سيناريو. بعض الأحيان لما تثبت أي بروجرام ولا أي باكيج، يطلب منك بريروكي سيستم بريروكي. وشو معناتها؟ معناتها انه مثلا هو لازم هذا السيستم ما يسوابش، معناتها ما يفضلش السواب على الذاكرة الحية. هذا مثال، مثلا عدد الفايلات اللي يمكن يفتحها هذا البروجرام اللي هي باي ديفولت ليميتد. هذه الأشياء لازم ندخله من المفروض في سيستم مباشرة، ونشوفوا هاد البارامتر اللي متعلقين بالكرنل، ونشوفوهم من المفروض بالكوموند سيستيال. أوكي، أغلبهم نشوفوهم بالأمر سيستيال. أوكي، وهذا القيم اللي تجي باي ديفولت ولا تجي بقيم مأخوذة من السيستم، بعض الأحيان نكون احنا مضطرين أن نغيرها. وفيه بعض البرامج لما نجي نثبتوها تتطلب أنك تغير العديد من هذه القيم. نعطيكم مثال أكثر شهرة هو أوراك داتابيز. اوراكل داتابيز خصوا العديد من التغييرات في الكرنل بارامتر. هذا الكرنل بارامتر قلنا نشوفوهم بالسيستم. بكثرة استعمال هذا الكرنل بارامتر في لينكس، في توزيعات لينكس، راحوا قال لك من المفروض ان نخلقوا سيرفيس، هذا السيرفيس يكون المهمة نتاعو أنه يخيرنا البرو، يختار البروفايل المناسب على حسب البرامج المثبتة على الجهاز. وهذا ما يسمى بالديناميك تونينج. أوكي، وكاين ستاتيك تونينج. ستاتيك تونينج أنت يكون عندك البروفايل، ولا خدمت البروفايل اللي عندك، أنت خدمت البروفايل وتحب تأكتيفي هذا البروفايل. كل هذه الحكاية تقوم بحاجة اسمها تونيد. أوكي، تونيد هذا السيرفيس هو اللي راح يقوم بكل هذه الأشياء. خلينا نروح ونشوفه على السيستم في اللاب. إذا منا مثلا سيستيال عيس أي، تشوفوا هنا كل البارامتر الخاصين بالكرنل. إذا شفنا هنا VM مثلا، كل هذا البارامتر خاصة بس بال virtual memory. virtual memory فيها أخرى خاصة بال network مثلا، وكل network وش عنده بال IPv 6 IPv4. كل هذه الأشياء كاينة في السيستم سيتيال. المشكل أنه بعض الأحيان كمبتدئين ولا حتى متقدمين في إدارة الأنظمة، بعض الأحيان يصعب عليك أنك تخير ما هو البارامتر اللي لازم تغير فيه، وما هي أحسن قيمة يمكن إعطاها. من أجل هذا جعلنا شيء ثاني
اللي هو تيوند. أوكي، من المفروض تيوند إذا عملته يوم ليست تيوند راح يجي عندكم انستالد. إذا ما كانش انستالد لازم تعمل له انستاليشن تثبيت. إذا ما كانش انستالد لازم وتتأكد أن السيستم اكتيف اند رينينج. اوكي، اكتيف اند رينينج هذا مش بالضرورة يكون اكتيف، لكن لازم تتأكد أنه هذا هو الأساس. تتأكد أنه تيوند مثبت وأنه السيرفيس تيوند شغال، وأنه السيرفيس تيوند شغال. وأكثر شيء لازم راح نرجع على استعمال كيف التعامل مع السيرفيسز في حصة أخرى إن شاء الله، ما يهمنا الآن. لازم تكون هنا enabled. أوكي، الآن راح نشوفوا لما تعملوا انتم مع installation يعطيكم tuned ADM وprofile، تشوفوا بها البروفايل اللي كاينين حاليا في السيستم. اوكي، وهذا البروفايل كل بروفايل وعنده خاصيات خاصة به. كاين شيء ثاني هادو static profile. اوكي، يمكن واحد بعدين يقدر مانيولي يعمل اكتيفيشن على بروفايل اللي حبه على حسب الشيء اللي مطلوب منه في السيستم. اوكي، وفي قلنا الديناميك وفي ستاتيك. ستاتيك هو انك انت تقوم بها، والديناميك انه السيستم يعمل كل شيء بوحده. الديناميك لازم تكون اكتيفيتد، ولازم بس تعملها اكتيفيتد تروح على tune main.conf. اوكي، ولازم تحط dynamic pro tuning على الواحد، تحط dynamic tuning على الواحد معناتها activate. اوكي، الشيء اللي يهمني انا بعد ما نعمل له activation هو انه من مساوئ استعمال dynamic tuning هو البرفورمانس. شو معناتها البرفورمانس؟ لأنه هو كل 10 ثواني مثلا هنا بيعمل تشيك على السيستم. اوكي، معناتها ممكن انه يوقف شيء علشان يعمل هذاك التشيك، من اجل انه يعمل تشيك على ولا فيريفيكيشن على السيستم. وقادر انت تكبرها اذا كنت مثلا حاب انه هذا التشيك يكون كل دقيقة مثلا، من اجل انك تربح شويه في البرفورمانس. لكن باي ديفولت المستعمل هو ستاتيك. اوكي، المستعمل هو ستاتيك. لما نرجعوا وش كان عندنا بروفايل اللي كان عندنا، تشوفوا انه الكرنت اكتيف بروفايل هو الفيرتوال جيست. علاش؟ لانه اصلا احنا ثبتنا السيستم على فيرتوال ماشين. هو وحده عرف انه من الافضل انه البروفايل اللي تستعمله على هذا السيستم هو فيرتوال جاست، لانه بطبعها هي فيرتوال ماشين. هذا الشيء الاول. اذا دخلنا مثلا الان على المغزى من كل هذه البروفايلات، إذا أخذنا البروفايل الأول مثلا بالانس ديسكتوب، مثلا ديسكتوب هو أصلا خارج من هذا، معناتها البروفايل اللي تشوفوهم هنا مش بالضرورة هما بروفايل قائم بذاته. معناتها انه هذا البروفايل يمكن انه استنسخ من بروفايل ثاني، مثلا ديسكتوب خارج من بالانسد. اوكي، وهو موجه الناس اللي تستعمل الجرافيكال انترفاس ولا ديسكتوب استعمال عادي لينكس، مش استعمال على سيرفر.
هنايا تشوفوا انه كاين مثلا لاتنسي بيرفورمانس، نتورك بيرفورمانس، هذه كل شيء، كل بروفايل وعنده ديسكريبشن نتاعو. اوكي ديسكريبشن نتاعو هنايا يقول لك باللي اوبتمايزيشن في البيرفورمانس في الكونسوميشن تاع الباور، وهنايا مثلا فوكسد اون لو لاتنسي نتورك بيرفورمانس. احنا ما رحناش ندخلوا في الديتيلز نتاع كل بروفايل كما تحدثنا من قبل، انه هذا كله داخل في كورس اخر عند ريد هات وهو ادفانسد كورس. هذه الاشياء يمكن، هذه البروفايلات يمكن واحد يغير فيهم، ويمكن اصلا ينشئ بروفايل جديد. البروفايلات اصلا يحطهم السيستم تيونيد. اذا دخلنا هنا راح نشوفوا البروفايلات اللي شفناها. لا. خلونا ناخذ واحد على سبيل المثال، مثلا ديسك تيونيد، راح تشوفوا باللي عملوا سيستيال على حاجة واحدة فقط، لكن هو اصلا جاي من بالانسد. اذا حاب تشوف كل البارامتر اللي كاين في هذا البروفايل لازم تزيد هذا البارامتر للبارامتر اللي كاينين في بالانسد. اوكي نرجع انا على بالانسد وتشوفوا هنا كل البارامتر اللي تحطوا على بالانس، وتقدر تعمل عليه موديفيكيشن ولا تختار انت البروفايل اللي تحب. إذا حبيت نشوف أنا يا تيند أدي أم ليست، نشوف البروفايل اللي عندي حاليا هي نفسها نفس البروفايل. مثلا إذا شفتوا هنا كاين بروفايلات اللي ما يتمش تثبيتها تلقائيا في حالة تثبيت الباكيج تيند. نعطيكم مثال يوم list tuned هذه كلها profile atomic، هذا الشيء خاص بالcontainers، هذا CPU partitioning NUMA، هذا مايكروسوفت SQL server، هذا Oracle. مثلا روحوا نثبتوا Oracle يوم install مايس يو، ونروح نشوفوا هذا البروفايل اللي تم اضافته بالطبع الى البروفايلات عندنا في اوراكل تيونيت. وراح تشوفوا كل هذه الاشياء، معظم الناس اللي تعمل تثبيت على الاوراكل اي ريد هات فيرجن لازم يغير كل هذه القيم، واذا غيرها بصفه خاطئه ممكن حتى الداتابيز ما بيشتغل كما هو منتظر منه. في هذه الحاله هما شو عملوا، خرجوا لك بروفايل اوكي اللي هو اصلا جاي من ثروبوت بيرفورمانس بروفايل، وضافوا له بعض التعديلات. هذه التعديلات اصلا مطلوبه من عند اوراكل، عوض ما تروح تعدلها وتخاف تعدلها انت يا مانيولي، راح تشوف باللي مثلا اذا اخذنا سوابنس راح نشوفه سيس ستيال ماينس اي جراب سوابنس، راح تشوف انه عندها الآن راهي محطوطة القيمة 30. راح نعمل tuned list ADM list، راح نشوفه بلي عندي أوراكل حاليا. نروح نشوف active، اللي راهو active هو virtual guest، راح نغير ونروح الأوراكل. أكدوا لي غير من هذه، خليوها عندنا هنا، راح نعملو بروفايل اوراكل اوكي، ونشوفو حاليا اللي هو اكتيف
Oops. Do you need ADM active? Okay. وهنا راح نشوفوا من جديد swappiness وتشوفوا أنه تغير مباشرة العشرة لأنه التغيير حدث بصفة تلقائية بمجرد أن عملنا activation ولا فعلنا البروفايل المراد تفعيله. وهنا نرجع لشيء ثاني اللي هو tuned recommend. هذه خاصية كبيرة، يقول لك أنت تطرح سؤال حاليا تيونت، تقول له على حسب ما راني مأنستالي أنا في الجهاز ما هو أحسن بروفايل بالنسبة لي، راح يقول لك هو فيرتوال ADM. راح نرجعه الفيرتوال ونشوف السواب يرجع 30 بمجرد تغيير البروفايل، بمجرد تغيير البروفايل. ثم إذا شفنا هنا التيوند ADM ليست تعطيك قائمة البروفايلات الموجودة حاليا على الجهاز، أكتيف البروفايل مفعل حاليا، ريكوماند هي اللي تعطيك البروفايل المنصوح به من طرف السيستم. اوكي، كل هذا هو ستاتيك، كل هذا ستاتيك لانه في حالة انك غيرت على الديناميك ما انت ما تحتاج كل هذا الاشياء، راح يديرها هو بصفة تلقائية. واخر شيء اذا حبيت تعمل اكتيفيشن على اي تعمل بروفايل والاسم حتى لما تعمل تابليشن تاب راح تشوف يعطيك كل البروفايلات الموجوده حاليا على السيستم. اوكي، هذا كل ما عنده علاقه بالتيوند، وهو كما قلنا مدخل للتيونينج سيستم، هو مدخل للتيونينج سيستم لانه فيه كورسات أخرى موجهة أصلاً على التونينج والبرفورمانس على السيستم. التونينج والبرفورمانس على السيستم. هل في أسئلة بالنسبة لهذا لهذه النقطة؟ أوكي. ما في أسئلة، خلينا نروح الآن نشوف نرجع على الموضوع التالي اللي شفناه قبل وكان طرحوا لي أسئلة وهو الجروب. شفنا أنه اليوزرز أوكي أحمد تيوند ADM بروفايل، إذا ما أعطيتهاش البروفايل اللي حب تستعمله راح ترجع نفسها نفس تيوند ADM ليست. اوكي، احنا شفنا في اليوزر مانجمنت انه عندنا يوزر اد نستعملها بالاضافه، وقلنا باللي يوزر اد ولا يوزر مود تستعمل اثنين من الجروب، من الرموز لتغيير الجروب، فيه الجي الكبير والجي الصغير. اوكي، هذا يغير لك supplementary group المجموعات الإضافية، وهذا يغير لك principal group. معناتها هذه تروح تغير في الـ OTC pass WD، لكن هذه تغير فقط في الـ OTC group. هذا الفرق بين استعمال user add
بالجي كبير ولا بالماينس جي صغير. اوكي الان في الجروب، الجروب اسهل شيء، فيه جروب اد حتى البارامتر ما هو حاجه كبير، وتحط عليه نيم جروب، اسم الجروب اللي حب يتم انشاؤه. اوكي اذا حبيت تعمل موديفيكيشن نفس الشيء، شو تقدر تتغير بالجروب مود؟ تقدر تغير الاسم، اما تغير الاسم او تغير الاي دي اللي هو جي جروب اي دي. اوكي هذا الشيء. فيه جروبات ولا مجموعات خاصة اللي السيستم ينشأهم، والأخطر فيهم هو ويل. هذه الجروب شو معناته؟ معناته أي واحد يدخل هذا الجروب يكون عنده سيدو على السيستم مباشرة. معناتها إذا أنا يوزر اسمي ديمو، إذا أنا اسمي مثلا ديمو، معناتها أني من الممكن أني أعمل يوزر اد عادي، معناتها أني أقوم بإنشاء يوزر فقط باستعمال السيدو، مع أنه السيدو راح يعطيني مباشرة الأكسس سوبر يوزر، ولا قادر مباشرة نعمل سيدو ماينس اي وندخل بالروت مباشرة. اوكي اذا رجعنا على اللاب، ونشوفوا جراب ويل جروب، راح نشوف شكون هما اليوزرز اللي عندهم هذه الخاصية نتاع ويل. مثلا على السياسة يوزر ديمو، هذا الجراب، هذا الجراب اللي عملته هنا ولا البحث اللي عملته يجاوب على السؤال التالي: اذكر كل المستعملين اللي عندهم الحق يكون عندهم السوبر يوزر رول. سوبر يوزر رول معناتها شكون اللي يقدر يولي روت باستعمال السيدو، باستعمال السيدو. وش معناتها السيدو؟ السيدو هو الفايل اذا رحنا هنا حتشوفوا الويل هنا يا سيدو. شو معناتها هاد لاين؟ هاد اللاين شو معناته؟ معناته يبدا بال هذه البورسنتاج، معناتها انه نتحدثوا على جروب، اذا ما عملناها معناتها نتحدثوا على يوزر. اوكي يمكن هذا اليوزر يقوم بكل الكوماند. اوكي هنا اللي هي هنا هذه معناتها كل الكوماند من اي جهاز، حتى كان الاكسس نتاعه لوكالي ولا اعمل اكسس مباشره على النتورك مثلا باستعمال اس اس اتش. وهنا شيء ثاني، احنا ما يهمنا الديتيلز نتاع هذه لانه في الار سي اس ما يهم كل هذا الديتيلز. المهم يكون عندك فكره انه الويل اي واحد يكون ينتمي للجروب ويل، معناته انه يقدر يعمل سيدو مباشره. اوكي ويصبح روت.
إذا شفتوا هنا نرجعوا الويل تاني باش نشوفوا شيء تاني. إذا كان الأول تالي قبله no password معناتها هذا السيد وهذا هيك راح يكون من غير استعمال حتى كلمة السر، لأنه هنا يطلب منك كلمة السر لليوزرز. خلينا نشوفوا الفرق بينها وبين سويتش يوزر. اوكي احنا عندنا قلنا باللي عندنا الروت. اوكي الروت هو السوبر يوزر. اوكي السوبر يوزر عندك ثلاث طرق انك تستعمله: روت اكسس مباشرة، معناتها تعمل لوجين بالروت مباشرة. اوكي ثاني انك من يوزر عادي تعمل سويتش يوزر بالماينس. اوكي وهنا لما تدير انتر يعمل يطلب منك الباسورد، لكن الباسورد المطلوب هنا هو الباسورد تاع روت. الشيء الثالث هو يوزر عادي اللي ينتمي للجروب ويل ولا تم برمجته على السيدو، هذا يقوم بالسيدو ماينس اي، يطلب له الباسورد. اذا ما كانش برمج من غير باسورد، لكن الباسورد المطلوب هنا هو الباسورد تاع اليوزر. هذه الثلاث طرق اللي ممكن انه هذه الطريقتين اصبحوا من الطرق الممنوعه اصلا. اذا جات عندك ناس تعمل اوديت على السيستم، اول شيء راح تشوفه هذا الاكسس. روت مستحيل يكون عنده اكسس مباشره خاصه على النتورك. كنا حكيم نتورك باستعمال SSH، وهذا الشيء يمكن انك تعمل له ديزايبل مباشره في SSH سيرفر. اوكي في SSH سيرفر هذا الشيء. هذا الثاني انه يوزر لما يحب يعمل اي مهمه تتطلب روت بريفيليج، هذه الحاله يطلب من السوبر ادمين يعطيه كلمه سر، وهذه اخطر من الاولى. هذه اخطر من الاولى لانه مجرد عملت لك ممكن حتى تغير له الباسورد. مثال فقط، هذه انجع طريقه، لانه بهذه الطريقه يمكن حتى بعدين واحد يعمل تراكينج على الناس اللي قامت بالعمليات تغيير في السيستم، ويقول لك. لانه اذا كانوا عندك اثنين تاع الناس عندهم الروت باسورد ويدخلوا الاثنين بروت، مستحيل انك تخرج المعلومه اي المستعملين هو اللي قام باحداث هذا المشكل، مستحيل. لكن هنا اصلا عندي يوزر واحد ويوزر اثنين، لما يدخلوا على السيستم راح نعرف بلي هذا دخل باليوزر واحد. حما يعمل مثلا يوزر سيدو، راح نعرف بلي عمل سيدو ماينس اي باليوزر وان، وكل الاوامر اللي جايه ولا الكوماند اللي جايه راح يعمل عليهم مباشره تثبيت في اللوكس. اوكي تثبيت في اللوك انه فلان الفلاني دخل على الروت وقام بتنفيذ الامر اللي خاص بالروت اللي هو اي مثلا. اوكي مثلا الان تقدر تبدل سيدو ماينس اي، تقدر تبدل في الباسورد. لهذا من الأحسن اجتناب حتى الويل في الكونفيجريشن، معناتها تعمل سيدو خاص بك.
اوكي قادر تعمل حتى سيدو نفسها، معناتها سيدو نقدر ندير بها مثلا بس تايد، نقدروا حتى نديروا اكزامبل مثلا، راح ندير لكم اكزامبل تشوفوا به الاستعمال نتاع هذه الخاصيه. اوكي انا حاليا اذا عملت سيدو تايم على var log messages يطلب لي الباسورد وندخل مباشره، راح نقل نحي، لانه اذا عملت id راح نعرف باللي من بين الجروب اللي انتمي لهم انا كاراسياسا مستعمل اراسياسا هو جروب وين، راح نقوم بتغيير طفيف يوزر مود اوكي وان جي بس ار سي اس على ار سي اس اوكي. اذا عملت اي دي ار سي اس راح تشوف اللي عنده بس الار سي اس، هذه الويل راحت تروح عليه. اوكي بس تغيير من جديد ونشوف الاي دي، في هذه الحاله راح لي الويل، راح نقوم بالسيدو من جديد على التايب var log messages password not user file، معناتها ما عنديش الحق اني نديره في راح ندير انايا، راح اعمل شيء جديد اللي هو سيدو دي ونسميه اراسياس. اوكي هذا اليوزر اللي هو اراسياس اوكي راح يكون من اي هاك ويعمل بس تايم الكوموند المسموح به لليوزرز هو التايب. اوكي راح نرجع لهنايا ونعاود نعمل تايب، وهي مكنتني اني نشوف حاجه اللي ما كنتش قادر نشوفها، انا يوزر مونيتورينج، لكن انا حاب نستغل هذه الفرصه اني عندي الروت بريفيليج ونروح ندير يوزر اد تيست. وش يقول لك؟ Sorry, user is not allowed to execute. لأنك ما عندك حق. أنت عندك حق من عند الروت بس في التايل، تقدر تعمل تايل على أي شيء، حتى تعمل سيدو تايل على شده وما في مشكلة. ما عندك مشكلة، لأنك عندك تايل. معناتها هذا رول نقدر نقولوا انه مونيتورينج رول اعطيته لهذا اليوزر اللي يمكن انه يشوف اي حاجه، لكن ما عنده هنايا اللي استع الكوموند، رحنا خرجنا شويه على الرسياسه، لكن خلينا نعطيكم لانه عندكم اكزامبلز في اليوزر. انت تجي تحط الياس اوكي كوموند الياس، سمي الكوموند اللي راك حبي تعطيهم له وتعطيهم لهنايا، من بعد عوض ما تحدي الكوموند تروح تعطيه اسم الالياس. اوكي مثلا هنايا هذا اكزامبل يوزر اعطاه هذا الكوموند، هذا يوزر مسموح له انه يعمل شت داون. اوكي ويمكن تبدل اليوزر انه يكون عنده مثلا هذا اليوزر يكون عنده هذا السيرفيس سميتهم هادو دخلتهم في الياس وسميته كوموند هنا، ونعمل مباشره كوموند احسن من اني استعمل العديد من الاوامر في لاين واحد. اوكي هذه بس تعطيكم نظره عن الاستعمالات نتاع سيلو
والجروب ويل خاصة، وتغيير للجروب على اللي شفناها. آخر ملاحظة على الجروب هو أنه شفنا اليوزر مود، اليوزر مود يمكن نستعملوها بالماين جي ولا اوكي. هذه قلنا برينسيبال جي صحيح، ما عندنا مشكل فيها هذه، لكن هذه عندها اما تعملها بالاي جي ولا بالماين جي مباشره. اوكي، شو الفرق بيناتهم؟ راح ناخذ سيناريو عندنا يوزر اللي هو ديمو، عنده البرنسيبال جروب هو ديمو، وعنده السبليمنتري جروب ولا المجموعات الإضافية G1 G2 G3. راح نطبقوا اليوزر مود من G4 وهنايا G4. في هذه الحالتين راح تكون عندكم السيتويشن الجاي، بهذه راح يكون عندكم G1 G2 G3 G4 ويبقى له ديمو دائما، هو لأنه ما استعملنا جي مانس. في الثانية هذه صعبة، راح يمحي كل شيء ويخلي بس G4، وهنا تبقى لك ديمو على هذا. الفرق بين الأبند والاستعمال تاع الجي مباشرة من غير الاي، من غير الاي معناتها هذه معناتها اضافة مجموعة جديدة للمجموعات اللي عندي اصلا، وهذه تغيير كل المجموعات اللي عندي الاضافية بالمجموعة اللي اعطيتها بعد الجي مباشرة. اوكي، هل في أسئلة بالنسبة لهذا النقط؟ اتفضل أسئلينكس، خلي معلش نغتال من فرصة. بسرعة الله يخليك، ولا من الأحسن أنك تتحدث. لا، الأسو أليرت تلقاها، الأسو أليرت تلقاها فقط في حالة واحدة، أنه صرا مشكل في الاس او لينكس، معناتها انت درت اس او اليرت على سلاش فار سلاش لوج ميساجز، لازم يخرجوا لك هكذا. هذه مثلا صارت معنا البارح، كل هذه الاشياء صارت معنا البارح، اليوم ما عندنا حتى واحد، لانه اصلا ما صرا مشكل. اذا ما صرا عندك مشكل تاع اس او لينكس مستحيل تلقى هذا. وشيء ثاني، لازم يكون عندك سيرفر ترابل شوتينج اس او لينكس يكون مثبت، ما على باليش الفيرجن اللي تستعمل فيها، لكن لازم تتاكد انه اس او لينكس على الاقل يكون اون فورسينج ولا بيرميسيف. اوكي، لا انت راه يقول لك نو سوش فايل اور ديريكتوري، معناتها انه سلاش فار سلاش لوج ميساجز ما كانش، مانيش عارف اعطينا الفيرجن اللي تخدم عليها، لانه هنا احنا نتحدثوا على الفيرجن 8 تاع ريد هات اللي هو مبني على الفيرجن قبل ال 30 من فيدورا. فيدورا شيء ثاني سياسي، فيدورا شيء ثاني، هي الابستريم ويتغير في تغييرات كثيره. من الافضل انك تستعمل جورنال سيتيال وما تستعملش
الجراب على الميساجز. اوكي بارك الله فيكم. بالنسبة لحصة اليوم نكملوها إن شاء الله غدا في نفس الموعد.